الله معكم. تربى على القيم الأخلاقية المسيحية، وإنما بسن المراهقة مثل أغلب الشباب انجرف خلف الملذات والشهوات. اللسان اللي كان يسبح الرب صار يطلق الشتائم والكلام البذيء، فقد إيمانه بفكرة وجود الله، واللي بينفصل عن الله مثل ما كلنا بنعرف ما بيعود في أي شر بيخفيه أو بعيد عنه. وهيك غرق جابي معراوي، فهل ضاعت صلوات أهله سدى، أم أبناء الرب بيضلوا محفوظين بين إيديه؟ شو رح يشهد جابي معراوي للحياة بهالحلقة؟ أهلا وسهلا فيك خي جابي. طبعا كنا عم نحكي أنه حضرتك تربيت بعائلة مسيحية، شو أخذت من الوالدة والوالد قيم؟ أول شيء أخي جورج، أنا بشكرك أنك استضفتني معك. بشرفنا. مثل أي شاب أو مثل أي عائلة مسيحية، أنا ربيت بجو مسيحي ضمن عائلتي. أمي إنسانة مؤمنة، كذلك بي. بيصلوا قدامكم بالبيت؟ أما مثلا يخدوكم الأحد على الكنيسة؟ هلا نحن وصغار كان في، نعم كان في هيدي الروحات على الكنيسه، يعني على القليل نهار الاحد. بس يمكن كانت القصص اكثر هيك، يعني اذا بدك بشكل سطحي، يعني انه نروح على الكنيسه، واوقات مثلا بشهر العذراء نكون عم نصلي المسبحه. وهيدا الشيء نحن بالبيت وصغار مع بعض والجيران. بالبيت مع بعض، اكثر شيء مع الوالده، والوالده انسانه مؤمنه جدا وبتصلي، وبعدنا لهلا يعني بنشوفها كيف بتصلي وكيف علاقتها مع الرب. طيب قولك بجيلك بطفولتك، الأم كان عندها وعي إنه تنقل البشرة للأولاد، ولا بس إنه كانت واجباتها إنه بتعملها إذا أخذتهم الأحد على الكنيسة؟ نعم، بتعرف خي جورج، يعني خصوصي أهالينا بال إذا بدك الجيل هذا السابق. الجيل السابق، معرفتهم بالمسيح او معرفتهم بالدين هي معرفه يمكن مغايره عن كيف هلا نحن عم نعيشها، يمكن او انا هلا ما اختبروها للعمق. صحيح. هالشيء قدروا نقلوا لنا اياه اذا بدك بالعادات او بالتقاليد، مثل ما تعودنا نعيش انه بس مش بالبشره. لا لا، مش بالبشره، انه لازم نروح على الكنيسه، لازم نصلي، لازم، يعني كان نوع من اذا بدك من فرض. نعم. بس ما كنا عم نعيش هيدي اذا بدك هيدي الولاده الجديده بالمسيح. نعم. كيف كانت علاقتك بالوالد؟ كان بوالدتي او بوالدي العلاقه معا كانت منيحه لحد معين نحن وصغار، لحين ما وصلت. كان ناقصك شيء، اي نوع من الحنان او العطف او التعبير عن محبتهم لإلك؟ لا بالعكس، ما كانوا مقصرين من هيدا الموضوع. برجع اقول لك، ربونا على القيم المسيحيه، على القيم الاخلاقيه. كان كل شيء مأمن لنا من اذا بدك من عطف، من حنان، من اهتمام. يعني اكبر دليل، اذا بدك مش اكبر دليل بس، انه الحمد لله قدرنا كنا بمدارس منيحه، بجامعات منيحه، سو كان عندنا هيدي البيئه الحاضنه. نعم. نكون فعلا بالوقت الحالي نكون منتجين بالمجتمع. نعم. كم فرد انتم بالعائله؟ نحن ثلاث شباب وبنت. الله يخليكم لبعض. ليش انت الوحيد كانت شخصيتك قويه بطفولتك بين اخواتك الشباب؟ هلا خلينا شوي نسويها بطريقه صحيحه. الحمد لله ثلاثتنا كل واحد عنده شخصيه مميزه وفريده، بس يمكن انا كان عندي نوع من اذا بدك فكر اني بحب اعيش حياتي اكثر، بحب تمرد يمكن على التمرد على البيئه اللي عايش فيها انت، على هيدا التقوقع اللي عايش فيه، خصوصي بتعرف بضيعه. وكمان جو الرفقه بيساعد، يعني انت تربيت بصغرتها؟ نعم. فطبيعه الرفقه بتغير الانسان، حتى لو كان انسان متربى على القيم وعلى الاخلاق. إذا بدك المجتمع شوي بيجر، إذا بدك الإنسان بطبيعته حشري، بحب يكتشف كل شيء، بحب يتعرف على كل شيء. بس ليش في ولد بطفولته بيلحق أولاد مثلا متمردين مثله؟ يعني في شيء بالطبع بيكون هيك خلقة،
وولد تاني من نفس العائلة بتلاقيه لا بينقي مثلا رفقة هادين عاقلين غير متمردين، طباعهم كمان وأخلاقهم عالية. ليش في ولد دايما بيروح يفتش على شيء غير عن الطبيعي غير عن المألوف؟ بتعرف خي جورج، أنا برأيي من بعد ما عشت حياة الرب، الرب بيعامل كل إنسان بطريقة معينة حسب كيف عقله كيف فكره، وهالشي ببلش من وقت ما بيتكون بأحشاء أمه. يمكن أنا لو ما مرقت بهيدي القصص ما كنت تعرفت على الرب هلأ. كذلك الأمر إخواتي، يمكن تعرفوا على الرب بطريقة تانية أو بأسلوب تاني من خلال نمط حياتهم أو أسلوب عيشهم. فأنا برأيي هيدا الشيء كمان من الرب من نحن وصغار لهلأ. برأيك إنه نحن هالقد بأدق التفاصيل الرب مسكنا بإيدنا كل مراحل حياتنا؟ أكيد أكيد، وأنا اكتشفت هيدا الشيء بعلاقتي مع الرب. كتير قصص يمكن كنا نسأل أسئلة لإلها قبل بالمراحل السابقة ما كنا نلاقي أجوبة. الحمد لله لهلأ قدرت أني أنا اكتشف بعض الأجوبة لأسئلة كتير كنت أسألها من قبل. وين بلشت وبأي عمر بلشت تحس تمردك طلع عن الطبيعة وبلشت شوي على الانحراف؟ إذا بدك بسن المراهقة، يعني بتعرف شاب بأول طلعته بده يكتشف، بده يعيش حياة السهر، يعيش حياة الليل مع أصحابه، يحاول يجرب كل شيء. بس عطول بيضل عندك في شيء بالفلسفة اسمه أنا والأنا الأعلى. الأنا الأعلى هو كل شيء أنت تربيته بالمجتمع، كل شيء أنت أخذته من أهلك، هيدا بيضل طاغي على الأنا اللي هو الأنا حاليا. بس هالشي ما منعني أني أنا أكون عم بكتشف الحياة التانية إذا بدك. لي أهلي أكيد ما رح يربوني عليها ولا رح يعلموك عليها. ولا رح يعلموني عليها. ما هو يمكن قلة التوعية بالبيت بتخلي الولد يروح يكتشف بس بالمكان الغلط. صحيح صحيح. يمكن إذا بدك هيدا الشيء بيرجع من القصص اللي نعتبرها تابو بمجتمعنا. الإنسان بطبيعته حشري وبطبيعته كل شيء محجوب مرغوب 100%. هيدا الشيء خلاني إذا بدك كون عم بعيش حياة الشاب يلي بيحب يتعرف إذا بدك على بنات مثل أي شاب. يمكن أنا بحياتي مرقت بهيدي الخبرة إذا بدك إكستريم علاقات بتخللها زنا، أكيد تخللها علاقات بالعتمة، تخللها علاقات كان فيها نوع من قصص أنا ما تربيت عليها وأهلي ما كانوا يوصونا فيها أكيد مثل أي أهل. طب بس عادة لما بتتربى على قيم معينة وبتجي تعمل العكس بيكون ضميرك عم بيعذبك، واللي بعدين أنت بالاختبار ربعك مع يسوع بتفهم أنه ضميرك هو روح الله القدوس اللي عم بيوعيك بإشارات معينة. طب أنت ما كنت تخاف أنك عم تعمل غلط ولا ما كنت عارفه أنه غلط أساسا؟ خي جورج، ولد بهيدا العمر إذا بدك أو شاب بهيدا العمر مراهقة ما بيكون عنده هيدا النضوج الكامل أنه يقدر يحلل أو صح. يعرف بس في مخاوف. ما كنت أقدر، لا ما كنت أقدر ما كنت أقدر أنه في لا لا أبدا أبدا، بالعكس. نحن بطبيعتنا يمكن أنا لأني عايش ابن ضيعة ابن جبلي ما كان عندنا هيدي الخوف، ما كان عندنا هيدي الرغبة، بالعكس هيدا الشيء كنا نشوف حالنا فيه أنه نحن تعرفنا على بنات كتير، سهرنا هالقد، رحنا هالقد، عملنا علاقات هالقد، كان شيء نحن منتباهى فيه ونشوف حالنا فيه بمجتمعنا الصغير اللي هو الرفقة. قدام الأهل نحن نكون أوكي ما في شيء ومش عارفين شيء وعائلين 100%. الحمد لله يمكن أنا الرب كان عم بيحميني بهيدي الفترة، ما كنت عارف أنا هيدا شيء، يمكن حماني من قصص المخدرات، حماني من هيدي القصص اللي الحمد لله ما مرقت فيها أنا. الكحول أكيد الكحول أكيد، ضمن السهر، ضمن القعدات اللي كنا نقعدها، ضمن العلاقات اللي كنا نعملها. الكحول كان إذا بدك شيء مرافق لها 100%، مرافق لهيدي الأجواء، لهي الأجواء. صحيح 100%. مين اللي برأيك يعني بيأثر على الآخر من الأصدقاء أو هيدا طبعه للشاب بيبقى هو بحاجة إنه يتعرف على الأجواء ويعيشها؟ يعني في سوء عشرة مثل ما بيخبرنا الإنجيل بيأذي أوقات الطفل أو المراهق، هل أنت خضت هالصراع
مع أصحابك، أما أنت كنت عم بتفتش؟ أكيد إذا بدك هيدا الشغلتين اللي أنت عم تحكيين يعني بيكملوا بعضهم بمحل من المحلات. برجع أدلك خي جورج إنه الإنسان بيطبعه حشري، بيطبعه بيحب يقرب على أساس المحجوبة، وكمان طبيعة الرفقة ونوعية الرفقة يلي أنت بتختارهم يمكن كمان هن يكون عندهم إذا بدك كمان نفس العقلية نفس المونتاليتي تبعك. عشان هيك اتفقتوا انسجمتوا، مزبوط، في أشياء مشتركة بطباعكم. صحيح صحيح، قدر كون إذا بدك هيدي الصداقات أو هيدي الأجواء أو هيدي العلاقات. نعم، قلت في تعدد علاقات، وبعدين هلا أنت صرت تفهم إنه هيدي كانت زنا، علاقات زنا. لما تحكي مع البنت على اي اعتبار؟ يعني شو تشوف فيها؟ شكل، مغريات جنسيه، يعني شهوه، ملذات، اما كيان امراه، كيان انسان له احترامه، وين كنت باي درجه من هالدرجات؟ للاسف لا، اكيد كنت شوف اللي انا راغب شوفه، القصص الجسديه، القصص الخارجيه اللي هي اذا بدك هالقد بقدر شوف انا بهيدا الامر لهد يعني لهالقد لهالمعيار انا بقدر روح بفكري. كانت القصص الجسديه هي اكثر تاخذ اهتمام بهذا الموضوع. شو اللي تغذيها للقصص الجسديه؟ افلام خلاعيه مثلا؟ يمكن بتغذيها بهيدا الاطار، يمكن، او اذا بدك افكار بهيدا الاطار، افكار بهيدا الموضوع، مخيله، مزبوط، الرغبه انك تكون عم تسعى وراء هيدا الموضوع مع هيدا الشخص بالذات بمحل من المحلات، بس تحس انه هيدا الشخص ما قدرت وصلت لمحل تاني معه، تنتقل لشخص تاني، لشخص ثالث، لشخص رابع. برجع اقول لك يا جورج، هالشيء كنا نتباهى فيه، كنا نشوف حالنا فيه، انه انا بعرف هالقد بنات، انا بعرف هالقد صبايا، انا عامل علاقات زنا مع هالقد بنات. فهيدا الشيء كان نوع من تباهي، نوع تباهوا بالعدد، اكيد نوع من شوفة حال. اذا شخص يمكن ما كان عامل علاقه ابدا بحياته، هيدا انسان سخيف، انسان تافه. كيف البنت ما كانت تقدر تشعر انه انت عم تخدعها؟ اذا بدك نظرتك لها مجرد شهوه. إذا بدك يا جورج، هيدا نوع من الحمد لله الرب أنعم كل شخص بذكاء وبعقل. كنا عم نستخدم هيدا الموضوع بالمطرح السيء، بالمطرح السيء، بالمطرح الغلط. وكمان البنت بتابع إنسانة ضعيفة، إنسانة يمكن بهيدا العمر بتصدق شو ما كان للأسف. وقت الأهل بيكونوا عم بيقولوا للبنت هيدا مش لإلك، وهيدا شاب أصغر مش مؤسس حاله، داير على الكحول وداير على السهر، ويعني ما خرج ترتبطي فيه لانه رح يعني تعملي لحالك مشاكل بالمستقبل، ما بتبقى عم تسمع، يعني بتبقى شايفه اهلها انه غلط وهذا الشاب صح. هلا هي الصوره كانت مش بهيدي الطريقه بالذات، اذا بدك العلاقات كانت تصير بشكل سري، يعني حتى الاهل ما يعرف، وحتى صورتنا نحن بالمجتمع، يعني صورتي انا، صوره اهلي، صوره اخواتي، صوره منيحه الحمد لله. وحتى انا على الصعيد الشخصي مع كل الناس صورتي منيحه، بس اذا بدك هيدا البارت من حياتي اللي هو اذا بدك بارت الليل، هيدا ما حدا بيعرف فيه، حتى الطرف الثاني، البنت الثانيه، كمان اهلها ما يعرفوا بهيدا الموضوع، ما يعرفوا بهيدا الشيء، حتى لو عرفوا فيه مش حيقدروا يكونوا اذا بدك او يحطونا بهيدا الاطار، بهيدي النوع من الخطيه، لانه بيعرفوا هيدا الانسان ابن مين، بيعرفوا هيدا الانسان مين هو، مين اخواته، بس ما بيعرفوا شو في مخبى، شو في اذا بدك البارت اللي مش ظاهر قدام الناس. وللاسف هيدا موجود بمجتمعنا بشكل كبير طبعا، انه بنفكر انه انسان مهذب، انسان اهله منيح، هو متعلم، يعني هالشيء انه هو منيح. لا، مش بالدرجه الاولى يكون منيح، يمكن ما يكون مثل ما انا عشت، كنت انسان رابي ببيت مسيحي وكان عندي هيدي الاعمال اذا بدك مع جنس الدكار. احيانا مش بس الحق على الشاب، يعني احيانا البنت تسعى الى انه تحصل على الشاب جنسيا او بس كرمال شهوه، يعني ما يكون في ارتباط زواج. صحيح، وهذا شيء انا عشته منيح، انه كانت القصص اكثر تكون سهله من طرف البنت، يعني ما اتعذب كثير لحتى مثل ما بيقولوا اقنعها واوصل للي بدي اوصل له. يمكن في بنات بس نوصل لمحل انه خلص، انه نقول عنها انه كثير مهذبين، نبعد، ما نقرب ابدا على هذا الموضوع. فهيك خيور. اذا بدنا نحكي شوي عن هالفتره اللي كنت عم بتعيشها
وقلت لي بدون ما تشعر بأي ذنب، هل نفسياً بتبقى مرتاح على وضعك؟ يعني عم بتعيش انفصام بالشخصية بنهار هالإنسان ابن العيلة اللي أخلاقه عالية اللي مع كل الناس مهذب، بالليل حياة الليل والظلمة، وكلنا بنعرف بالظلمة شو بيتورطوا الشباب. كان عندك صراع جواني ولا كنت عايشها هيك للملأ؟ لا أكيد، إذا بدك الشيء يلي بيخليك تعيش بصراع مع هذا الموضوع هو الأهل، لأنه هذا الشيء بيخلق لك نوع من مشاكل مع الأهل، وقتها ترجع مأخر على البيت، وقتها يمكن بمحل من المحلات تأثر بدرسك، الأهل بيشوفوا القصص الظاهرة، مش حيشوفوا أنا وين عم بروح وشو عم بعمل، حيشوفوا إني عم برجع مأخر على البيت، ليه عم ترجع مأخر؟ عم بيكون التعاطي بهذا الموضوع، يعني لهالقد من البساطة عم بيكون التعاطي. صار في مواجهات بينك وبين الوالد؟ أكيد أكيد، يعني أي شاب بهذا العمر لازم يكون عم يخضع ل طردك من البيت؟ لا لا لا، ما كان في عنا هذا الإطار، ما كان في عنا هذا، بس إنه لا بدنا نرجع بهيدي الساعة على البيت، بدنا هدول النوعية من الرفقة، بدنا نركز على درسنا أكثر، يعني إذا بدك القصص الشكلية، القصص الظاهرية اللي كل أهل بيوصوا أولادهم فيها. نعم. هيدا الشيء اللي كان يخلق لي صراع بداخلي وصراع مع الأهل أكيد، بس إذا بدك القصص يلي عم بعيشها أنا، لا أبداً ما كانت عم تخلق لي صراع، بالعكس برجع لك كنت عم بتباهى فيها قدام الأصحاب، كنا عم نشوف حالنا فيها. نعم. سو نوي تكون عم تخلق لي أي نوع من صراع إلا ما يكون في شيء من جوا يرجع يلمسك عن جديد. نعم. صورتك للفتاة كانت يعني بدون أي تقدير، يعني سلعة بين هلالين، يعني أنت عم تشوف البنت مجرد بس سلعة لشهواتك؟ أكيد كنا نشوفها أنه نوع من سلعة مثل ما قلت حضرتك، ما في أي نوع من أخلاق، ما في أي نوع من إنسانية كيان، أبداً أبداً ما كان هالشي موجود، كنا بس شو فينا نحقق ونوصل مع هيدي الإنسانة بيكون نحن عملنا الميسيون المزبوطة بحياتنا، ما كان في اعتبار لهيدي البنت، ما كان في اعتبار لهيدي الأنثى بمعناها الأخلاقي والإنساني والروحي كمان. ولا مرة قدرت تفكر فيها كفرد من عائلتك، أخت لإلك مثلا، ما بتقبل حدا يكون عم بيخدعها بهالطريقة، بنت بتقربك ما بتقبل حدا يعاملها بالطريقة اللي انت عم بتفكر فيها معها؟ لا ابدا، كنا نعتبر اذا بدك انه نحن اخواتنا البنات ما حدا بيقرب، هيدا عرض، هيدول اخواتنا، هيدا عرضنا، ما حدا بيقرب عليه، بس نحن متاح لنا بنات الناس، متاح لنا يعني كل شيء قادرين نعمله، بس انه ما حدا يقرب علينا، بس انه لا اجي افكر بطريقة انه حدا يعمل هيك باختي او هيك، ما كان في هيدا الفكر، ما كان في هيدا النضوج اذا بدك. نعم. نحن رح نرتاح نسمع ترتيلي سوا ومنتابع حديثنا. بقلبك في حقيقة، صدق يا إنسان، أنت سيد الخليقة، عصورة الله خلقان، صورة الله هي حب، صورة محفورة بالقلب، تعطي معنى الوجود، هيدي هي الحقيقة، صورة الله هي حب، صورة محفورة بالقلب، تعطي معنى الوجود، هيدي هي الحقيقة. حدك في خليقة، تبهلن يا إنسان، في وجع ألم وضيقة، للحب قلب عطشان، حدك في خليقة، تبهلن يا إنسان، في وجع ألم وضيقة، للحب قلب عطشان، صورة الله هي الحب، صورة محفورة بالقلب، تعطي معنى
معنى الوجود هيدي هي الحقيقة. صورة الله هي حب، صورة محفورة بالقلب تعطي معنى الوجود هيدي هي الحقيقة. بدك شي طريقة لحياتك مقياس، الحب لغة عميقة تشفي كل الناس. بدك شي طريقة لحياتك مقياس، الحب لغة عميقة تشفي كل الناس. صورة الله هي الحب، صورة محفورة بالقلب تعطي معنى الوجود هيدي هي الحقيقة. صورة الله هي حب، صورة محفورة بالقلب تعطي معنى الوجود هيدي هي الحقيقة. صورة الله هي حب، صورة محفورة بالقلب تعطي معنى الوجود هيدي هي الحقيقة. من بعد ما حكينا بكل الأمور اللي عشتها للملأ بحياتك، في أشخاص بتتعب نفسيتهم أو خلص بملوا من هالحياة، وفي أشخاص الله بيحط قدامهم ناس لحتى يفتح لهم عيونهم، تسقط هالقشور تبع الظلمة عن عينيهم ويقدروا يشوفوا النور. أنت من أي كاتيجوري كنت؟ من أي تصنيف كنت؟ أنا من الناس يلي انحط قدامهم أشخاص قدروا بشرون بهيدي البشارة. بس مش لوحدك فكرت بك تتغير؟ لا أبداً، لأنه مثل ما حكينا قبل مقتنع بحياتك. مقتنع أنا بحياتي ومش شايف هالشي غلط. أكيد بغض النظر برجع لك عن كلام الأهل بتوعيتنا أنه لحتى نكون على الطريق المزبوطة، بس أنه على الصعيد الشخصي أني أنا أخذ هيدا ديسيجن أني يكون عم بمشي بغير طريق أبداً ما كانت موجودة أبداً. نعم، وأخص بالأخص أنه الخطية عادة وحياة الظلمة معناتها أنا منفصل عن الله، لأنه انفصالي عن الرب هو اللي بيخليني أو يقودني إلى أعمال الظلمة. فأنت بهالفترة بلش يصير عندك صراع روحي أنه فكرة أنه الله موجود مش مزبوطة. هذا الصراع بلش إذا بدك من كمان بسن المراهقة يلي كنت أنا عم عيش فيها بكل هيدول. ما كان بس وجود الله كان موجود بس بالكنيسة، موجود بس بكلام الكاهن، كان بس مقتصر على هذه القصص. حتى بروحاتنا على الكنيسة كنا مثلا بوعظة الأبونا نقوم نطلع لبرا، هذه بتطول كلام كتير ونسمع كتير مثلا بيقولوا ايه هيدا الخوري عمل هيك، هيدا الخوري عمل هيك. ما كان عندنا هيدا إذا بدك، كان في ممارسة للدين بس ما كان في عيش إذا بدك. كنا إنسان متدينين ما كنا مؤمنين. نعم، يعني حتى بتصيروا ناطرين الخوري يغلط لتبرروا لحالكم إن إذا الخوري بيغلط فإذا أنا مبرر لإلي أعمل الخطايا، وهيدا طبعا تفكير خاطئ. هل كنت سعيد بفكرة إنه الله مش موجود لحتى تعيش مثل على هواك مثل ما أنت بتحب؟ أساساً يعني كأنه ما في حدا عم بيراقبك، ما عندك أي عقدة ذنب. أساساً الله ما كان موجود بحياتي اليومية، ما كان بارت من هيدي الحياة اللي عم بعيشها. كان خي جورج مثل ما قلت لك كان بس موجود بالكنيسة، يعني وجوده هو بس بالكنيسة، محصور بالكنيسة بس أبداً. يعني كل شيء برات الكنيسة مش موجود. نعم، منسلى بإيدنا عوجنا بس ندق القداس، نسمع وعظة من هون كلمة من هون، بس ما كنا عايشين هيدي الحقيقة، ما كنا عايشين هيدا الإله الحي. كان بس يعني الإله موجود بس داخل هيدي الكنيسة كفكرة، مجسد بالكاهن يلي هو كمان أوريدي خاطئ. يعني مش ضروري واحد يكون ملحد بينكر وجود الله بحياته لحتى يخطي.
يعني كلنا بنعرف انه اللي يمعن في طريق الخطأ احيانا بيكون ممكن يكون شخص حتى بيروح على الكنيسة كل احد، بس ما في اختبار جيد مع الرب يسوع، ما قرا وصية الرب يسوع، ما قرا كلمة الله ما خلاها تفعل بحياته. شو الإشارة اللي اجتك لحتى تبلش تفتش على الرب يسوع؟ مثل ما قلت لك خي جورج، أول شيء أنا كنت من الناس يلي نحط دائما أشخاص لحتى قدروا فاتوا على هيدي الحياة ضمن إطاري وضمن أجوائي. إذا بدك قدرت أن يكون بتعرف على صبية، على بنت، إنساني مؤمني جدا، إنساني متعرفة على الرب بطريقة شخصية. هيدا الشيء أنا ما كان يعني لي أبدا. كنا بنعرف إنه هيدي البنت بتصلي وهيك، سو ما كانت إذا بدك ضمن البرايوريتيز تبعنا، ضمن نحن شو بنفكر معها يعني. لا أبدا. صار تاخذوا فكرة عن البنت اللي بتصلي؟ غبية، مجنونة، بالعربي الدارج مسطولة، هيدي هبلة بتصلي. ما يعني إيه لك وين بعدها؟ بعدها قديمة، بعدها بتصلي. وما عندك هدف إنك تخطيها، يعني تخليها تترك الإيمان وتغرق بالخطيئة؟ لا، إنه الهدف إنه تترك الإيمان، لا ما كان هيدا هدفي إنه تركها الإيمان. هدفي مش كان هو بغية إني ترك الناس شو عندهم، لا، كان إذا بدك هدف هو يمشوا معك بطريقك، بطريقي أنا، بالعالم تبعي أنا، هيدي هي. لحين ما وصلت لمحل مع هيدي البنت إنه لقيت شيء جديد عندها، لقيت شيء أنا مش شايفه مع غير بنات. شو لفتك بالضبط؟ طريقتها بالحكي طريق. طول بال عليك أكيد، حتى عندها هدوء وصبر. مزبوط. وحتى إذا بدك كلامها عن يسوع، يعني ليه بقى تحكيك عن يسوع؟ شو شافت عليك؟ شو بتعرف عنك حتى بدها تخبرك عن يسوع؟ كانت تسمع إنه هيدا الإنسان بيحكي بنات كتير، وهيدا إنسان بلاير ومنه جدي، بس كمان كان عندها الشيء إنه تكون عم تحكيني عن يسوع. إذا بدك في كلام بينحط بس اثنين يتجوزوا، أو موجود بالإنجيل، إذا ما بنى الرب البيت فباطل ما عبث أن يتعب البناء 100%. فأنا برأيي العمل ببلش من هون، يعني ببلش العلاقة بين اثنين من أول ما يلتقوا ببعض لحين ما يتزوجوا. هيدا الشيء كان الرب عم بيحضره، الشيء كان الرب عم بيجهزه. بس أنت كيف كان تجاوبك معه؟ بمحل من المحلات، أول شيء هيدي البنت هي ملتزمة بحركة، بجماعة، كاريزماتيك، صارت تدعيني على هيدي اللقاءات. بتعرف خي جورج، هيك نوع من صلاة، فيها نوع من تسبيح للرب، نوع من هيسة، نوع من فرح. فهيدا الشيء أنا كان أكيد عندي مش مقبول، يعني غريب عليك، غريب جدا. أنا الشمعة والركعة وهيك، هي كانت كنت شوف صلاة أمي تقليدية، صلاة تقليدية تربينا بالبيت عليها. مزبوط. سو روح وشوف ناس عم بتزقف وعم بتفز وعم يعني تسبح وتمجد الله. كان هيدا الشيء عندي أنا مسخرة أكتر. نعم. هيدا الشيء كان خلق لي إنه لا، أنا ما بدي بقى أتعرف على هيدي البنت، أنا خلص مش حاجي لهون أبدا. حسيتها غريبة؟ أكيد. نعم. أكيد أكيد. لحين ما طلعنا مرة وهيك، واتفقت معه إنه أنا خلص ما بقى أجي لهون. أحبطت؟ يمكن لحين ما تعرفت على شخص تاني كان يتردد لعندي على شغلي، كان يضل يعزمني بشكل إذا بدك أسبوعي، كان يطلطل علي كمان على نوع من صلوات، لقاءات دينية وروحية بيعملوها بمنطقتي أنا، علما أني أنا ما كنت بعرف كمان. لحين ما رحت، يعني الحشرية كمان خلقتني هيدي الفكرة أني أقدر روح. نعم. رحت كمان شفت نفس الناس عم بيزقفوا وعم بيفزوا وعم هيك، مثل هيدوليك، قلت كمان هم جنين وهوليك مجنين، قلت تمام، بس ما عاد لي عين اطلع يعني جاي مع هذا الصديق. ف انه صرت اسمع، صرت شوف، لحين ما اجى مرشد هيدي الجماعه وبلش يحكيني. نعم. يحكيني عن ملكوت الله، يحكيني عن يسوع إله حي، عن الفرح، عن المحبه، عن السلام، علما انه عم بيحكيني قصص انه انا ماني عامل شيء، يعني انه انا بنظري انه ماني اذي حدا، مش مرتكب هالجريمه الكبيره، انه ليه عم تحكيني بهيدي الطريقه، انه انا مكتفي بحالي، انه انا منيح
وبنظر المجتمع انه انا اوكي مهذب وبالمدرسه علاماتي منيح ومع اهلي منيح لحد معين بغض النظر عن قصص الثانيه، انه ليه عم بيحكيني بهيدي الطريقه؟ شو عنده هو انا ما عندي اياه؟ ليه هالناس كلها مبسوطه؟ ليه هالناس كلها عم تضحك بهيدي الطريقه؟ وانه كلام حلو كيف بيحكوا معك الطريقه اللي بيعبروا فيها. انت جد ما كان عندك فرح بقلبك ابدا يعني؟ مش ما كان عندي فرح، بس ما كان عندي هيدا النوع من الفرح اذا بدك، هيدا الفرح كان يمكن محدود، كان بسيط، كان سطحي، ما كان هالقد عميق، ما كان هالقد دايم، يمكن كان فرح بشري اكثر منه فرح سماوي. نعم. هيدا الشيء خلق لي علامه استفهام لحين ما صار يتابعني مرشد الجامعه ودعاني على رياضه روحيه. مع انه اول مره قلت الفكره، مع يعني انه كلمه رياضه روحيه لشاب بوضعك صعب كثير، لانه في نهار بدك تقضيه مع جماعه بس بتصلي. هلا انا نسيت ما اقول لك شغله خي جورج، انه انا رحت على هيدا المكان لحتى اشوف شو في بنات هنيك، مين في هنيك، في بنات حلوين، فيني اتعرف على بنات. رحت على مكان لقاء صلاه كمان لتتصيد بنات؟ نعم نعم، يعني هذا الفكر كان موجود حتى باماكن الرب موجود فيها، اني اشوف شو فيني اتعرف على بنات هنيك، ما كان عندي فكر ابدا اني انا يوما ما انه في شيء اسمه اله حي انا معقول اتعرف عليه، في شيء اسمه فرح، في شيء اسمه سلام، في شيء، يعني ابدا كل هيدي الافكار اللي حنحكيها هلا ما كانت موجوده ابدا، كان بس فكره اني انا رايح اتعرف على بنات هنيك. هيدي هي. لحين ما علما انه مش من البرايورتي تبعك البنات اللي بيصلوا رغم هالشيء. صح 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 ابدا، يعني هذا عمل ابليس بحياتنا 100%، بس بخلينا حتى نروح نتحدى باماكن الصلاه المؤمنين. صحيح، بس الرب كان اقوى بالمرصاد، كان هو محضر هيدا الطعم يلي استخدمه ابليس لصالحي انا، بس هيدي النقطة أو إذا بدك هيدي الرغبة لقلي بالخطية. الرب يصنع من الشر خير طبعا. آمين آمين. فرياضة روحية وروح القدس، علما أنه نحن بنعرف وبنسمع بروح القدس بس باسم الآب والابن وروح القدس إله الواحد. آمين. ما بنعرف شي عنه أكتر من هيك، هيك بس ما بنعرف أكتر من هيك 100%. كان في إذا بدك، أنا إنسان بطبعي حشري، بحب شوف، بحب أتعلم، بحب أكتشف. صار هيدي الحشريه خلتني اقعد مع هيدي الجماعه شهرين قبل ما نطلع رياضه روحيه، صرت اسمع، صرت شوف، ما زقف معهم حتى ما اوقف معهم، اطلع فيهم، قول هول يعني حتى من بعد شهر وشهرين قول هول جنين مصاصيل. كثير منيح انك ضيعت شهرين عم بتروح على لقاءات صلاه. مزبوط، اذا بدك كانت طريقه المواضيع جدا هيك عمليه جذابه وبتخص حياتنا. مزبوط مزبوط، وبتلمس الشباب اذا بدك بشكل شخصي، مش عم يحكيك بشيء اذا بدك شيء لاهوتي عميق فلسفي، لا شيء براكتيك اجتماعيات من حياتنا اليوميه. مزبوط مزبوط، وكانت هيدي الفتره اذا بدك تحضيريه لحتى يعملوا الرياضه الروحيه. نعم. وطلعنا على الرياضه الروحيه، علما اني كنت طالع ومش حابب اطلع، ورفقان طلع انه بهيك ويك اند بننزل بنسهر بننزل نعيش حياتنا. هي كانت الرياضه بتمتد على نهارين، اول نهار بيكون فتره تحضيريه لتاني نهار السبت. بنهار الجمعه انا كنا قاعدين عم نصلي بكنيسه مع اخوه، صاروا يخبروني عن فاد روح القدس، صاروا يخبروني عن كيف روح القدس بيشتغل، كيف روح القدس كيف بيحرر، كيف بيشفي. مزبوط. كيف هو اذا بدك الموتور لهيدا الجسد او لهيدي الروح. وكمان كانت هالقصص مكمله للمواضيع اللي انعطت خلال فتره شهرين اللي هي كانت تحضيري لهيدي الرياضه. لحين ما بلشوا الاخوه يصلوا معي انا على سعيد اذا بدك شخصي، انا ما بذكر بهيدي الليله شو صار معي ابدا. الانسان يلي ما بيعرف روح القدس، الانسان يلي بيعرف الله، معرفه سطحيه، معرفه بس هيك بالسمع اذا بدك، انسان بهيدي اللحظه بكي بكي، ماني بكي بحياتي بكل شيء قصص عملها يمكن مع اهلي مع بنات مع بالمجتمع او شيء غلط انا عمله، ما بتذكر اني بكي هيك بكي. انا بكيت بكي ما فيني خبرك خي جورج شو ريحني. غسلك روح الله القدوس، غسلك نظفك.
هيدول بعدين اللي عرفتن انا انه هيدا تحرير هيدا. شو اللي اثر فيك هيك بالضبط يعني لحتى انتشيت بالبكي؟ طريقة صلاة الإخوة أو إذا بدك روح القدس كان موجود خي جورج أكيد. كل ما اجتمع أسنان أو أكثر الرب يكون حاضر بالوسط، حتى لو أنت إنسان خاطئ، حتى لو أنت بالنهاية الرب جاي مشان المرضى. صحيح. جاي مشاننا نحن الخطأ طبعاً هو قال. صحيح. هيدا الشيء صرت عم بتنظف من جوا، عم بتنطق من البكي أنا وعم بسمعنا بيصل، يعني خلص ما بقى فيني، ما بقى فيني انفصلت عن العالم أبداً أبداً أبداً. عشت بفترة دقيقتين ثلاثة عم بكي 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 بكي، بس ماني عارف شو عم بيصير، ماني عارف شو عم بعمل. عم بسمع بيقولوا هللويا نشكر الرب امين امين، مع انه انا انسان انه ما بيبكي هيك، يعني ما عندي هيدا الكاركتير انه ليه بدي ابكي اذا حدا عم بيصلي. بعدين اللي عرفت انه هيدا الشيء كان تحرير، هيدا الشيء كان شفاء. هون فعلا عمل الصلاه، هون فعلا الصلاه بتشفي، الصلاه بتحرر. هون نعم. نعرف اهميه الصلاه، نعرف اهميه روح القدس كيف بيشفينا كيف بيحررنا. سو هيدا الشيء كان نهار الجمعه. نهار السبت أنا كنت إنسان واقف أول واحد، واقف عم سبح الرب، إنسان يلي من شهرين كان رايح يشوف بنات، رايح يصيد بنات بهيدا المكان، صار نهار السبت قاعد قدام عم بيسبح الرب، عم بيسمع كلام الرب، مع أنه بعرف هالقد، بعرف هالقد عن يسوع بهيدي الفترة الصغيرة. نعم. شو بعرف عنه أنا؟ بس في شيء فعلا منقوله اذا بدك بتديرش عجيبه. نعم انا هيدي العجيبه، انا من بعدين عرفت شو العجيبه، هيدي عجوبه تحريرك. امين. نعم. انا انسان صرت اوكي بنشوف عجيبه بنسمع عجيبه، بس العجيبه هي بداخلنا، العجيبه هي نحن كيف تغيرنا، العجيبه نحن كيف كنا وكيف. صحيح. صرنا هي. صحيح. هي العجيبه الكبرى، هي هي. الشاب اللي كان يسعى ليتصيد البنات الرب تصيد وبيروح القدوس. صح صح. صيدوا بيروح القدوس بطريقة بعدها لأربع سنين نفسها لبل عم بتزيد وعم بتزيد وعم بتزيد. الأنثى اللي كنت تسعى لتدميرها وتعاملك معها بمحض تفكير شهواني، هي ذاتها كانت الأنثى سبب لخلاصك، خلاصك خلاص نفسك. هي ذاتها جذبتك للرب يسوع، جذبتك لطريق النور وتترك الظلمة. قديش حلو عمل الرب بحياتنا. صحيح. خي جورج كمان في شغلة، هيدي الصبية كانت تتمنى تتعرف على إنسان داخل إطارها، داخل جوها، داخل هيدي الجماعة. الرب بعت لها إنسان من خارج هيدي الأجواء. نعم. من خارج. هيدي شيء أصعب لإلها كتير هيدي المنظومة أكيد. نعم، لأنه ما بتضمن أنت قديش ممكن تتجاوب، قديش ممكن تتغير. صح. وهي تتعلق فيك تحبك تصير أصعب. صحيح. فشافت هيدا الإنسان كيف ولد من جديد، شافت هيدا الإنسان كيف طلع على هيدي الرياضة وكيف نزل، كيف صار كان عم يحكي بشي ورجع عم يحكي بشي تاني. نعم. شافت هالإنسان كيف عم بيكبر شوي شوي مع الرب، كيف. نعم. كيف عم بيتغير، كيف كاركتيره عم بيتغير، أسلوبه عم بيتغير. هيدا الشيء كان بعدين اللي شفناه إنه أوف ليك عمل الرب، كيف انه هيدي الانسان يلي كانت عم بتبرر مع شخص مؤمن معه بالجماعه اجى شخص من غير عالم. سو الرب كان عم يجمع خلاص نفسه. امين. سو هون الرب بلش يبني اذا بدك هيدا البيت، بلش يبني هيدي العلاقه باسمه. امين. هللويا. بدقيقتين قبل ما تخلص هالفقره الثانيه، كيف بتوصف الولاده الجديده؟ يعني بيسمعونا احيانا اشخاص بعد ما اختبروا الرب يسوع بيسمعونا عم نقول ولدنا ولادة جديدة، شو هي بالضبط يعني مفاعيل الولادة الجديدة على حياتك؟ خليني بلش لك كلمتي، بيقول الرب إذا ما خلقنا نحن ولادة تانية. نعم. أو إذا بدك نحن نتعرف على الرب بس نولد من جديد بالروح، هيدي الولادة الجديدة بتجي من الداخل، بتجي من جوا، مش منفوت على الحشر الأم ونرجع نخلق. شو بتبلش تحس يعني؟ بتبلش تشوف أخطائك اللي ما كنت تشوفها أنها أخطاء، هي بالبداية. صحيح صحيح. بتبلش تحس بسلام داخلي. صحيح. تتغير طباعك. صحيح. بتصير خي جورج القصص يلي أنت كنت تعملها بتصير، بيصير في شيء عندك يردعك، في شيء عندك يوقفك، في شيء صوتي يقول لك أنه لا هون هذا الشيء غلط، هذا الشيء صح، هذا الشيء ما فيك تعمله، هذا عداك عن السلام اللي أنت عايشه، عديك عن الرواق اللي انت عايشه. قبل كان شيء موتور وقاعد براسك،
اجى الروح القدس فكريا 100%. صار عندك هذا الصوت يلي بيردعك انك تعمل اي شيء، انك انت تكون عم تغلط. وحتى يمكن كثير ايام نكون نحن عرضه لابليس اكثر، لانه شاف هذا التغير. انا وقتها كنت انسان خاطي، شو بده فيني؟ صح. بس وقتها شاف هذا الانسان كان كاسبك لاله 100%. بس شاف هذا الانسان، شاف هذا الخروف متجه نحو الرب، لا بدي ارجع كبش فيه اكثر، بيصير يزيد التحديات علي. بس الحمد لله الرب كان حدي، والرب شاف امانتي، شاف اذا بدك شغفي. كنت امينا على القليل، هلا رح يعطيك الاكثر لتشتغل عليه. صحيح صحيح صحيح. رح نسمع ترتيله وبنرجع بنتابع اخر فقره. نحن بعد الولادة الجديدة إنسان جديد. كيف صار هالإنسان الجديد؟ مين جابي الجديد؟ جابي الجديد هو الإنسان النظيف من جوا، الفكر نظيف، القلب نظيف، القلب على الرب. الإنسان يلي قدر قري الإنجيل، إنسان يلي صار عنده الفكر إنه يبشر بشي يلي هو يعيشه، إنسان يلي صار إذا فكره راح شيء خطية الروح القدس كان موجود. جاب الإنسان يلي عم بيطلب روح الله أن تكون ساكنة بحياته، الإنسان يلي صار بيفكر مع هيدا الإنسان أنه يتجوز ويعمل عائلة مسيحية صالحة، الإنسان يلي هدفه بس يطلع يحكي عن الرب، يقول لكل بي ولكل أم ولكل شاب أنه مش يعني إذا نحن عايشين مهذبين ومنيح بالجامعة ومنيح بالمدرسة يعني نحن إنسان، يعني نحن ناس بنعرف الرب. لا، فيكون إنسان ملحد ملحد وعنده نجاحات كتير كبيرة، بس أنا كمان تعرفت على الرب. هون دور الأهل، هون دور الـ الشباب إنه يكونوا متجهين أكتر إنه نكون عم نعيش الإله، عم نعيش هيدا الإله الحي، هيدا الإله الموجود، هيدا الإله الحقيقي. جابي اللي تغير، صار إنسان ملتزم بالجماعة، صار إنسان عم بياخد تعليم بالجماعة لحتى يفوت بالعمق أكتر مع الرب، لحتى يتعرف على هيدا الإله أكتر وأكتر. جابي جديد يلي كان عصب، يلي كان إذا حدا بيحكيه حدا بيتعرض له، كنت مشكلجي، كان في نوع من ثورة. إيه أكيد، حدا بيتعرض لك بالسيارة، حدا بيتعرض لك، كنا ننزل دغري، هيدي الهوبرة، هيدي أنا ابن صغرتة، أنا هيك، ما بنسمح. صار جابي الإنسان المسامح، جابي الإنسان المحب، جابي الإنسان اللي بتبادلني أنت بغضب، ببادلك بمحبة. هيدا الفكر راح، بتقلي صرت قديس، بقولك لا، أنا عم بتجرب وكل يوم عم بتجرب، عم بخطي كل يوم، عم بخطي، كلنا بنخطئ. شو اللي بيساعدك تضبط حالك؟ صلاتي اللي عم بعيشها أنا بشكل يومي خي جورج، والروح القدس اللي أنت نلته، هيدا كافي إنك أنت بس تكون عم تطلبه، إنه يكون هو يحميك، يكون هو موجود بكاركترك، بأعمالك، بتصرفاتك. يعني من شاب عايش بس للشهوة الجنسية، تعدد علاقات، كيف بتقدر تضبط شهوتك ونزواتك هلا؟ مش انا اللي ضبطت اخي جورج، اجى الرب هو وحررني، اجى الرب هو وشال كل هيدا. انا ما بذكر اني فكرت بهذا الفكر من وقت ما تعرفت على الرب. نعم. بتقلي ما تجربت، بقول لك مبلا جربت، ماني بطل انا، او خليني اكون واقعي، مبلا جربت وزادت التجربه اكثر واكثر. وهذا الشيء كنت شاركه مع الطرف الثاني، كنت شاركه مع الصبي. بالعكس، هذا الشيء خلق لك حريه بهذا الموضوع، ان انت تكون مش مخبى، كل شيء يكون موجود بالنور، ما في شيء بالظلمه، كل شيء بالنور ظاهر، بيكون الرب موجود فيه. مرقت بتحديات بهذا الموضوع كثير، مرقت بتحديات، ايه اكيد، بس نعم. الرب كان حاميني بصلاتي، بصلاتي وبمعرفتي بالرب، واذا بدك بامانتي مع الرب. اذا قرات الانجيل، تعرفت على الرب يسوع من خلال كلمته، ضبطت كل شهواتك وملذاتك، ضبطت نظرك، سمعك، حواسك، وأيضا صرت تشوف المرأة بغير نظرة. كيف صرت تشوفها؟ صرت تشوفها إنساني هي بدها تكمل لي حياتي، إنساني الرب خلقها مثلها مثلي لحتى نعمل عائلة مسيحية، لحتى نشارك الرب بالخلق. هيدي الإنساني هي ما بزيد عنا شيء، لا بالعكس، نحن منكمل بعض. بالنهاية نحن يلي بدنا ننقل هيدي البشارة لأولادنا، نحن يلي بدنا نعمل هيدي العائلة المسيحية الصالحة يلي بتربي ولادها
انه يعيشوا الرب كإله حي. انا بشكر الرب على طول انه انا صرت جاهز، بقولها انا صرت جاهز اني اتجوز. للاسف نحن بنقول جاهز اني اتجوز ماديا، لا انا جاهز روحيا. لازم تكون روحيا بالاول. نعم انا جاهز روحيا اني اتجوز لانه صار عندي فكر الرب، لانه الرب بيقول بالانجيل اطلبوا اولا ملكوت الله وبره ومن ثم كل شيء يزاد لكم. يعني اول ما بدي افكر انه انا اكون جاهز بالقداسه بطريق القداسه، وبعدين الرب هو بيأمن لي احتياجاتي الماديه. امين. نحن عم نعمل العكس، المسيحيين صرنا عم نعيش بالقلب بالطريقه المعكوسه. بتصادف كثير شباب بشغلك بحياتك اليوميه بتسمعهم بيقولوا انه الزنا هي يمكن بس واحد يخون مرته، بيكونوا مجوزين مش العزابة، العزابة بحق لهم والله حط فينا هالشهوه لنستعملها، ولازم نتمرن قبل ما نتزوج حتى ما نكون بعدين عنا اي ضعف جنسي وننفصل. بحطوا تبريرات، هيدي احدى هالتبريرات اللي انا شخصيا سامعهم. شو بيكون موقفك وانت اللي اختبرت هذا الموضوع شخصيا؟ نعم خيي جورج، يعني انا اكثر شيء فيني اقوله بهذا الموضوع، انا من بعد ما تعرفت على الرب انه هذا جسد مش لإلي، هذا جسد هو هيكل للروح القدس. نعم. فينا نعيش حياتنا ايه، فينا نعيشها، فينا نعيش شبابنا ايه، فينا نعيشها، بس نعرف كيف عم نعيشها، نعرف باي اطار نحن عم نعيشها. القصص تاخذنا على قصص كثير بشعه، الحياه مفتوحه لنا جميعا، بس حلو نعرف كيف نحن نعيشها. انا جربت يمكن هيدي الطريقه، او اذا بدك انحطيت بهيدي الطريقه. الرب كفيل، الرب كفيل. انا علي اكيد وصل البشاره لغيري ووصل هيدي الكلمه انا كيف عشتها، بس الرب كفيل يمرق كل انسان بطريقه معينه لحتى اخر شيء يوصل لعنده، لحتى اخر شيء يكون عم بمجد حضور الرب مثل ما انا صار فيني. انا يمكن لو ما مرقت بكل هيدول، مش عم بقول انه صحيح مرقت فيني، لا، انا بكره بولادي ما بعلمهم بهيدي الطريقه اكيد، بس صرت بعرف كيف وعي، صرت بعرف عشو اطلع، مش اطلع بس على اذا بدك على القصص الظاهره. لا الإنسان. شو بتقله للشاب اللي بعده بيفكر مثل جابي القديم؟ اول شيء انا ببشره عن يسوع، بخبره شو عمل الرب فيني، بخبره شو الرب غير فيني، بخبره انا كيف كنت وكيف صرت. انا ماني انسان لا عامل لاهوت ولا بعرف باللاهوت، انا انسان قاري الانجيل، انا انسان تعرفت على الرب معرفه شخصيه، انا انسان كنت هيك وصرت هيك لانه الرب اجا وغيرني، الرب اجا وحررني، مش انا نقيت، حتى انا ما كان عندي الاختيار، لا الرب هو كان موجود، الرب هو كان حاضر بحياتي. نعم. وكل شخص بتقدر تنقل له هالبشرة، قد ايه بتاخذ هيك شعور بفرح العطاء؟ هيدي احلى شغلة نعملها، انك انت تكون عم تحكي عن يسوع، انك انت تكون عم بتبشر شخص مسيحي اوقات، لانه للاسف يعني مثل بدنا نبلش نبلش بابناء المسيح. صحيح أكيد. لانه بعد منا عارفين حقيقه يلي معنا، قوه يلي موجود بداخلنا، مش عارفين اذا بدك قوتها شو بتعمل بالتغيير، شو بتحرر، شو بتشفي. في احلى منا نكون عم نحرر انسان، نكون عم نشفيه. ان هي الويل لي ان لم ابشر. خي جابي انا بدي اتشكرك كثير على هالحلقه المثمره، الحمد لله ببركه الرب. احنا بنتمنى لك تكمل حياتك الروحيه بالزواج المقدس لتعملوا عائله مقدسه، لانه صار عندك الوعي الكامل كيف تقدر تربي ابنائك على وصايا الرب يسوع، وصايا الانجيل اللي رح تحيي لهم روحهم مثل ما اعيدت احياء روحك من قبل الروح القدس. اخوتي المشاهدين، خينا جابي معراوي اليوم بكل جرأة اجا خبر عن ماضي اللي كان عايش فيه بالظلمة، اللي رجع اعترف انه كان ماضي وسخ ورجع بنعمة روح الله القدوس، وعى على أهمية أنه جسده هو هيكل أو مسكن لروح الله القدوس، ما بحق له يتصرف عليه، يتصرف فيه مثل ما كان عايش. لهيك إجا دورك أنت اللي عم تسمعنا اليوم أنك تتعرف على الرب يسوع لتتحرر تماماً من كل الأمور الدنيوية اللي تحرر منها. خينا جابي والله معك.